أهلا وسهلا زميلي عبد الإله وزميلتي سارة صب عليكم على السادة المشاهدين بالخير. أنا اليوم في إحدى متوسطات تعليم النماص وهي متوسطة السعودية. هذه المتوسطة والتعليم النماص بصفة عامة يستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في كافة تعليم محافظة النماص. للحديث أكثر ينضم معي الأستاذ عمر بن هجاد الغامدي مدير تعليم محافظة النماص. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر، وبدي تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين عن جهودكم لاستقبال طلابنا وأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في كافة تعليم النماص. حياكم الله وسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أولا مع استهلالية هذا اليوم ومع البشائر التي توالت على وطننا من عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، هي مقدمة أن نرفع أسماء آيات الشكر وصادق الدعاء لقيادتنا الرشيدة في وطننا الغالي مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد على هذه الإجراءات التي نفذت طيلة فترة جائحة كورونا، والتي اليوم نحن بدأنا نعيش ثمار هذه الجهود وهذه العناية التي جعلت الإنسان أولا. نقول نسأل الله أن يبارك هذا الوطن وأن يبارك هذه القيادة وأن يحفظهم وأن يحفظ وطننا وجميع المنتمين إلى هذا الوطن الغالي علينا. اليوم كما ذكرت أخي الكريم انطلقت الاختبارات لجميع المراحل التعليمية في إدارة تعليم النماص بكافة المراحل وجميع المدارس حضوريا وفق التوجيهات التي تمت من قبل الوزارة، وأيضا وفق ما خطط له من إجراءات احترازية ومن عناية بالاحترازات والمحافظة على أبنائنا الطلاب والطالبات في المرحلة الحالية. في ختام فصل دراسي ثاني هي فرصة أن أقدم شكري لفرق العمل، أقدم شكري لإخواني مديري ومديرات المدارس، أقدم شكري لإخواني المعلمين والمعلمات الذين بذلوا جهود رائعة في الفصل الدراسي، كما يعني أثمن لأبناء الطلاب حرصهم وشغفهم إلى العلم وإلى الحضور وإلى تحقيق أفضل المخرجات التعليمية ونواتج التعلم لديهم إن شاء الله. موفقين إن شاء الله أستاذ عمر، ونراك على خير إن شاء الله. شكرا لك. الله يعطيكم العافية. شكرا أيضا زميلي عبد الإله وزميلتي سارة والسادة المشاهدين، جهود كبيرة تقدمها إدارة تعليم محافظة النماص في استقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في كافة المدارس لهذا اليوم.